أنا والله العرافة اللبنانية استغربت في حاجة، يعني جابتها صحيحة في الحاجة اللي هي كلها زهر كورة كورة يعني كما دخلتش الكورة هذيك كلامها يتيح في الماء، وفي الحاجات اللي تخضع على الحد الأدنى ومنطق سياسية اقتصادية دبلوماسية هي وزميلها تعدوا بجنب الحدث. هذاك علاش في السياسة أنا نفضل كمش نسمع عرافة ولا تجازة تونسية بسيطة هيك تجي قدام الدار وتعطيها دينار وتحكي لك الحكاية اللي أنت تحب تسمعها خير من اللي نسمعها، لأنه حتى الخطاب نتاعها ولا بليد، كانك تتفرج في كرونيكور بائس في تلفزه اكثر بؤس، وتحسها القراءات فيها التقرب للانظمه منها معناها قراءه لل شوف احنا علاش نمشوا للعراف وما نمشوش للبسيكياتر ولا للطبيب، لانه يعني الطبيب عنده حقيقه علميه لازم يقولها لك، وساعات ما نحبوش الحقيقه، وهذا سي هيومان سي انستنكتيف. تمشي للعراف باش يقول لك راهو فما امل، دونك يعطيك حلم ويعطيك حتى وهم، لكن المهم يحلك افق. اما الطبيب ينجم يسكر لك يقول لك مريض عندك كذا برا اقعد في الدار استنى. اما الطبيب يحبك انت تتكلم والعراف هو اللي يتكلم، واحنا نحبوا اللي يحكي لنا على رواحنا على حياتنا. اهم ملاحظه تبارك الله عليك، معناها العراف اللي يتكلم اي برافو انت العراف بطبيعه الحال هو اللي ينفس لك على روحك، هو اللي يقرا لك حظك، يقرا لك سعدك ان شاء الله ديما واقف، يقرا لك معناها كل السمات والقسمات نتاع وجهك، وهذاك اللي يخليك تطمان، في حين انه الطبيب ياخذ موقف الاستاذ اللي باش نقول لك عليه هذاك هو واللي باش نكتبه لك في الوصفه يلزمك تعمله، دونك تخرج وكانه لا حول ولا قوه لك امام هالحقيقه الطبيه اللي هي في النهايه حقيقه علميه بخلاف العراف. ربي يشد لنا في العرافين. امين.